قالت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري إن الهدف من قمة دبي هو التواصل مع الشركات العالمية للاطلاع على مشاريع إمرار الاتصالات والكبلات البحرية لتعزيز موقع العراق في العالم وموقعه الإقليمي. الياسري أضافت لشرقية نيوز أن ملف الكبلات البحرية وترانزيت كان متلكئا برغم أن العراق ممر جاذب، لذا فإن الوزارة تسعى لجذب المشغلين وقد نجحت في ذلك. الهدف من المؤتمر اللقاء والتواصل مع الشركات العالمية وكبار مشغلي الاتصالات العالميين لإطلاعهم على إجراءات الوزارة وما تقوم به من يعني أعمال استراتيجية ومشاريع للتواصل مع دول العالم وتفعيل موقع العراق الجغرافي لإمرار الاتصالات الدولية للترانزيت وكذلك الكوابل البحرية لربط العراق بدول العالم وتعزيز موقعه كممر إقليمي مهم منافس للممر الوحيد الحالي وهو عبر قناة السويس. وضحنا لهم مشاريعنا الاستراتيجية عبر طريق التنمية وعبر شركاتنا الحالية شبكاتنا الحالية والمزمع تنفيذها قريبا. إضافة إلى ذلك إن شاء الله سيتم على هامش المؤتمر توقيع يعني بعض العقود وبعض مذكرات التفاهم. العراق ممر بري فيكون صيانتها سهلة ونسبة التأخير تكون أيضا قليلة الليتنسي، وكذلك احنا نعمل باتجاه أسعار منافسة. فمن خلال هذه السياسات اللي وضعناها نجحنا في جذب عدد كبير من المشغلين والشركات إلى أن في غضون أشهر قليلة وصل الإمرار عبر العراق إلى 1.4 تيرا وهو رقم كبير يعني قياسا للفترة الزمنية، لكن طموحنا أكبر من هذا بكثير. الكثير من الشركات تحاول تعمل على أنه تطمئن أنه موقع العراق وممر العراق آمن، وإحنا دا ننطي جارنتي بمستوى خدمة عالي جداً 99.95، وهذا يعني رقم كبير تطمئن إلى دول العالم.